اللقاء لو حصل مثل ما تبين الصورة، أنا أعتبر أنه خروج على الموقف التقليدي للدبلوماسية التونسية بخصوص القضية الصحراء المغربية، وبالتالي يعني أفهم وأتفهم ردة الفعل الخارجية المغربية في هذا الأمر. قرار مشاركة البوليزاريو في قمة اليابان والاتحاد الإفريقي، وهذا مثل ما تعرف أنه المعلومات تفيد أن المغرب عملت مجهودات كبيرة من في الأمور التحضيرية للقمة من أجل منع هذه المشاركة، لكن يبدو أنه الاتجاه كان حتى بتصويت لفائدة المشاركة، وبالتالي تونس هي مستضيفة للقمة ولا يمكن أن نحسب عليها هذه المشاركة. شو كان المفروض أن يتم انسجاما مع المواقف الثابتة للدبلوماسية التونسية حول المسألة، اللي هي كانت تونس كانت واقفة على الحياد في المسألة، هو الحياد يكاد يكون حياد إيجابي لفائدة المغرب، لكن المفروض أنه الخارجية التونسية كان يمكن أنه تعمل بيان توضيحي لتفسير هذا الأمر قبل وقوعه، أو تجري اتصالات مباشرة بالمغرب. من الناحية المبدئية أنت تعرف أن مواقفي ثابتة من أنه قضية الصحراء أنا نعتبرها قضية مفتعلة، وهي قضية أرض مغربية مقتطعة ودخلت فيها أطراف إقليمية وكان ممكن أن تحل بكل الطرق، لكن نعرف احنا نعرف وأنتم تعرفوا هناك أطراف إقليمية هي لحالة دون هذه المسألة، وبالتالي من الناحية المبدئية الموقف المبدئي هو مع المغرب. من الناحية الإجرائية كان ممكن للسلطات التونسية أن تعمل بيان توضيحي استباقي، ومن الناحية العملية والسياسية تونس غير مسؤولة عن هي مستضيفة وغير مسؤولة عن من يقع دعوتهم، لأن هذه الاتحاد الإفريقي هو من يقوم بالدعوة.